معرض الرسم بالنسبه لنا يعتبر هو الفرصه اللي بيستناها معظم حرفي مصر للظهور بالذات اللي جاي من الصعيد. فلو انت هنا عايز تعمل بيتك او حد مهتم بالحرف لازم يروح لبازار، لازم يروح مكان اونلاين. مش كل اهلنا في الصعيد عندهم الفرصه دي. فيعتبر معرض الرسم هو فرصه كبيره للحرف في الاقاليم وبالذات في الصعيد للظهور، ان هم يبداوا يشبكوا، سواء كان بيشبكوا مع موردين، بيشبكوا مع عملاء، بيشبكوا مع جهات اعلاميه. ففرصه حقيقيه للتنميه الاقتصاديه في صعيد مصر للدوره الخامسه لتراثنا. السنه دي عندنا عدد كبير من العارضين، 58 عارض. من اهم المعارض اللي لازم اشارك فيها كل سنه، لانه هو معرض بيتعمل مره في السنه بيضم كل او اهم البراندز او الحرفيين اللي في مصر كلهم للحرف اليدويه. فهو طبعا مهم ليا جدا لانه الاحتكاك مع الجمهور اللي غاوي وفاهم قيمه الحرف اليدويه هو ده اللي بيخليني اقدر اطور منتجي سنه بعد سنه. بنستناه للسنه لسنه دوت العيد بتاع الحرف اليدويه ده حرفيا يعني. هو بيديني مساحه كبيره قوي لاكبر جمهور ان انا اتعامل معاه فيس تو فيس، مش عن طريق السوشيال ميديا ولا عن طريق التليفون ولا الكلام ده. الجهاز هنا والمعرض بيقدم لنا اولا مساحه كبيره قوي ان احنا نتعامل مع الجمهور بشكل افضل، وهو بيطلعنا احنا كمنتجين حرف يدويه باحسن شكل. بحاول اسوق باكتر من شكل طبعا عن طريق المعرض، عن طريق معرض تراثنا بيبقى بشكل مختلف وكبير جدا، الناس بتبقى عددها كبير جدا اللي بتشوف منتجاتنا، بيبقى في جست كبير كل الاذواق تقريبا، وكل بيبقى كمان الجست مختلف مش من بلد واحده، في بلاد كتيره ممكن تيجي تزورنا. طبعا المنتجات بتبقى متشافه بشكل كويس جدا، بنقدر نبيع لكذا يعني دوله. السعوديه مثلا السنه دي موجودة معانا، الجست بتاعها جالنا كبير جدا. يعني مش بس مصر اللي بنقدر نبيع لها، يعني ده زي ما يكون تصدير، يعني بنصدر كمان لمنتجاتنا اكتر من عن طريق تراثنا. هو تقديرا الدولة ان هي مقدرة ان مصر فيها كمية كبيرة من الناس عندها حرفة يدوية ومش اخد حقها، وانها تدعمها في معرض زي ده بالمبالغ الرمزية اللي احنا بندفعها، فده يعني اكبر فرصة لينا احنا ان احنا نحاول نثبت وجودنا بمنتجاتنا ونعمل اقصى ما عندنا علشان نستحق التقدير ده. بس انا اول مرة اجي معرض السنة دي شفت كل حاجة معمولة من الهاند ميد، يعني برغم الحاجات المعمولة بقى بالمكن والحاجات دي، في الفكره في الحاجه المعموله من ايدين المصريين، الحاجه المعموله من ايدين الناس اللي تعبانه، الناس شقيانه، الناس اللي بتحب تعمل حاجات بايدها. اي حد هنا داخل هيحتاج اي حاجه تخص اي حاجه موجوده في مجال فني، مجال تجهيز منازل، حد بيفرش بيته، حد بيتجوز، ديكورات، ملابس، كل حاجه موجوده، ما فيش حاجه ناقصه تقريبا.